اكل حق ولا شيء انت شكاري شو ما الوجوه الطيبه تغزير خاصيه مال عامه
ما لبثوا أمدا
بقدرته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترشس إذا طلعت الصراور عنك بإمداد اليمين وإذا غربت تحرده إمداد الشمال وهم في بدوة من ذلك من آيات الله من يد الله فهو المهتد وأمر بمن تهد له وفي المرشدا ونحسبهم يا رب يا عدو بعدتهم